كنا فاكرينها احدى المشاهدات هي وبس ولكن طلعت زميله لسه عارفه حالا قصه نجاح قصه نجاح انه في واحده ست حطت في دماغها انه انا هخس وهغير حياتي وهبتدي من اول وجديد ايا كان سني وايا كانت مهنتي وايا كان شكلي تغريد الصبان خست 53 كيلو رجيم بس من غير ولا عمليه خالص خالص انتي نورتينا ايه بنورك <applause> تغريد <تغريض> احنا شايفين هنا دلوقتي على الشاشه ان انتي كنتي اتخن 53 كيلو كنت 110 110 والنهارده انا بقيت 57 <applause> 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 برافو طيب دايت ورياضه كلميني بقى كده الاول عن قرارك امتى خدتيه ان انا هخس هخس يعني هخس بصي يا ستي انا من وانا طفله يعني ايه كل الاطفال رفيعين خلاص في سن المراهقه بدات التخن بقى ومش عارفه ايه, عمتي بقى طول الوقت كانت الله يرحمها يعني كانت طول الوقت تقول لي يا فيوله لازم تخسي مش عارفه ايه خسيت تمام وبقيت محافظه على نفسي تماما 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 60 كيلو وعلى طول بقى امشي وامارس رياضه يوميا ومش عارفه ايه انا مش عايزه بقى حد تاني يقول لي انت تخينه تمام فضلت كده في 2009 يعني كان في كده تجربه في حياتي كده مش لطيفه قوي دخلت في مرحله اكتئاب مش عارفه ايه تجربه حب يعني اه اه فشلت. فشل سخيف جدا يعني المهم بقيت اهملت بقى الرياضه انا كانت جم يعني مش هقول ان انا كنت بمارس نوع معين من الرياضه بس كنت اللي هو زي ما قلت ان انا ايه متابعه نفسي بشكل يومي يعني كل يوم اقف على الميزان المهم في 2009 حصلت التجربه دي اهملت بقى كل حاجه ما بقتش مركزه مع الوقت تخنت جامد جدا جدا وصلت كام بقى 110 وصلت ال 110 من 60 كيلو وصلت ال 110 ااا أه وبعدين بدات انتبه لده قوي 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 طبعا مقاساتي كلها اتغيرت وصلت ان انا بلبس من فوق 3 اكس لارج 3 اكس لارج اللي هو ببص كده وانا واقفه انا مش شايفه رجلي اصلا أه هدومي اللي انا بحبها واللي هي الكاركتر اصلا بتاعي مركونه وجايبه هدوم تانيه غريبه مش مش بتاعتي بدخل مثلا محلات مش عارفه ايه مش بلاقي مقاسي مع ان حاجات عجباني بس مش لاقي مقاسي أه لا ممكن حضرتك تشوفي في قسم الحوامل حوامل ايه <applause> <applause> ده فعارفه اللي هو ايه بدات انتبه انه لا انت في مشكله حقيقيه من 2009 ل 2015 اه, آه هي سيفن... يعني 2009 بدات آه. بس الـ بعد فشل قصه الحب بالظبط يعني البيك بقى كانت مثلا عند 2015 بقى اللي هو ايه بدات اركز ان لا في انا في مشكله مشكله حقيقيه مشكله كمان انه انا من حوالي مثلا 20 سنه كانت رجلي اتلوت فحصلت مشكله كده في ركبتي فممكن ممكن وانا ماشيه في الشارع فجاه ركبتي دي تفك وقف مش قادره امشي بشكل كويس يعني عارفه مش بمارس اصلا حياتي يعني الصوره دي كانت سنه كام يا تغريد الصوره دي يمكن من سنه من سنه من سنه من سنه آه. طيب